في عام 2023 عقدت الصين عدداً من الفعاليات واسعة النطاق مثل معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات ومعرض الصين والدول العربية ومعرض الصين الدولي لسلسلة التوريد من أجل تحسين كفاءة التجارة الخارجية. ركز معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023 على التكنولوجيا المتطورة والفائقة، وتم الكشف عن سلسلة من التقنيات الجديدة والإنجازات المتقدمة مثل تكنولوجيا الرقائق والتحكم الكمي والاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية الرقمية. لا تساعد هذه الإنجازات العلمية والتكنولوجية في تحسين جودة وكفاءة تجارة الخدمات فحسب، بل تجلب فرص التعاون التجاري بين الصين وبقية دول العالم. As a country has forged relationship with China since 1960, just after our independence, and this relationship has developed and has elevated by our presidents and our leaders, and there has been deeper cooperation between Ghana and China, and this platform is an opportunity to increase our relationship to a higher pedestal, to a higher level. وشهد المعرض مشاركة عن عديدة من الدول العربية، وتم دفع التواصل والتبادل التجاريين بين الصين والدول العربية إلى مستويات جديدة. السفارة المغربية تشارك في هذه الفعالية للمرة الثانية على التوالي، وهي مشاركة مهمة جداً بالنسبة للمغرب الذي تربطه علاقات جيدة جداً مع الصين، وهي مناسبة جيدة جداً للتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية المغربية، وفرصة لدعوة الصينيين لزيارة المغرب. ونتمنى بالنسبة لهذه الفعالية لهذا تم تنظيمها بشكل جيد جدا، ولقينا الترحيب وحسن الضيافة من المنظمين، وأشكرهم بالمناسبة على حسن التنظيم وعلى حسن الاستقبال والضيافة، ونتمنى لهم التوفيق، وسنحرص في المستقبل على المشاركة بشكل سنوي في هذه الفعالية المهمة جدا. وبلغت مساحة الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية 40,000 متراً مربع، حيث تغطي الكثير من المجالات مثل المعلومات الإلكترونية والطاقة النظيفة والأغذية الخضراء وتعاون القدرة الإنتاجية والدمج بين الإنترنت والصحة الطبية وتعاون السياحة وما إلى ذلك. قد أصبح معرض الصين والدول العربية منصة مهمة للجانبين لتعميق التعاون العملي وتعزيز التنمية عالية الجودة للبناء المشترك للحزام والطريق. 本届博览会，国内外商协会和企业开展经贸对接的合作意愿更加强烈，充分展现了中央博览会作为经贸合作平台的知名度、美誉度和巨大的吸引力影响力。 لدي هدف التعامل في عمل اتفاقية مع مقاطعة نينجا والسعودية، المملكة العربية السعودية. لدينا تطور إن شاء الله في المستقبل في دمج الحضارات وكذلك دمج السياحة مع دولة الصين ومقاطعة نينجا وكذلك المملكة العربية السعودية. أما معرض الصين الدولي الأول لسلسلة التوليد فعقد تحت شعار ربط العالم من أجل مستقبل مشترك، وبلغت مساحة العرض أكثر من 100,000 متر مربع، واحتوى المعرض على 5 مناطق مخصصة لسلاسل التوريد للمركبات الذكية والزراعة الخضراء والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية والحياة الصحية. I think the expo promotes openness and cooperation in global industrial and supply chains. The expo demonstrates China's firm determination to expand high-level openness. The expo meets the common aspirations of the international business community to create a stable and smooth global industrial and supply chain system. 这供应链博览会啊，从招展阶段我们就发现，很多国家，特别是“一带一路”国家对参加这个展览啊非常感兴趣。我们知道，全球呢有三个供应链的中心，一个是以美国为首的北美供应链中心，一个是以德国为首的欧洲供应链中心，还有以中日韩为首主要这个区域的亚洲供应链中心。 那么，其实“一带一路”国家呢，恰恰是在这个三个中心之间啊，最重要的原材料和初级产品的供应地，也就是说，比较上游的供应商都集中在“一带一路”国家啊。那么，我们的这些共建国家呢，恰恰构成了这次供应链
参展商的半壁江山. شاركت 515 شركة ومؤسسة صينية وأجنبية في المعرض، وناقشت جميع الأطراف بشكل مشترك الحلول الجديدة للحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والتوريد العالمية. ونال هذا المعرض إشادة الزوار العرب. أعتقد أول حاجة أنه هو أول معرض يحصل بالحجم ده، يعني أول معرض من نوعه وفي نفس الوقت الحجم المتنوع بتاعه، أن في شركات كبيرة ورائدة موجودة في المجال، مش بس مجال واحد ولكنها 5 مجالات قوية بيعتمد عليها أولاً الاقتصاد الصيني بارز جداً فيها، وبيقدر أنه ينقل خبرته لكل الدول فيها، وفي نفس الوقت أنه شركات عالمية رائدة موجودة بحيث تبعت رسالة قوية لقد إيه الاقتصاد الصيني متميز. في الحقيقة يعني أنا زرت مكان يتعامل بالأعشاب الطبية، وطبعا الطب الصيني هو معروف في العالم، يعني بداية الطب كان بالأعشاب أصلا، فشفت يعني حتى منتجات مميزة جدا يعني بالأعشاب، انه لعلاج امراض معينه وامراض نادره. طبعا هاي الاعشاب اتوقع غير معروفه في الخارج، فيعني سررت جدا وشغلت الجوجل ترانزليت لقراءه بعض الفوائد، مع اني انا طبيب يعني اعمل منذ مده طويله، ولكن فعليا رايت منتجات رائعه جدا وجميله في هذا المكان.